We'll move to Wasaya, the third book, and we'll read Wasaya. Now we have the Wasaya, they are summarized and short. They will become longer later on. إن شاء الله وصية إذا عصيت الله بموضع فلا تبرح من ذلك الموضع حتى تعمل فيه طاعة وتقيم فيه عبادة فكما يشهد عليك إذا استشهد يشهد لك وحينئذ تنتزح عنه وكذلك ثوبك إذا عن عصيت الله فيه فكن كما ذكرته لك أعبد الله فيه وكذلك ما يفارقك منك من قص شارب وحلق عانة وقص أسفار وتسريح شعر وتنقية وسخ فلا يفارقك شيء من ذلك من بدنك إلا وأنت على طهارة وذكر الله تعالى عز وجل فإنه يسأل عنك كيف تركك وأقل عبادة تقدر عليها عند هذا كله أن تدعو الله في أن يتوب عليك عن أمره تعالى حتى تكون مؤديا واجبا في امتثال أمر الله وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فأمرك أن تدعوه ثم قال في هذه الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني هنا بالعبادة الدعاء أي من يستكبر عن الذلة والمسكنة فإن الدعاء سماه عبادة والعبادة ذلة وخضوع ومسكنة سيدخلون جهنم داخرين أي أذلة فإذا فعلوا ما أمروا به جزاهم الله بدخول الجنة أعزة ولقد دخلت يوما الحمام many of these وصايا الشيخ الأكبر is going to mention a story happened to him ولقد دخلت يوما الحمام لغسل طرأ علي السحرة فلقيت فيه نجم الدين أبا المعالي بن المهيب وكان صاحبي فاستدعى بالحلاق يحلق رأسه فصحت به يا أبا المعالي فقال لي من فوره قبل أن أتكلم إني على طهارة قد فهمت عنك فتعجبت من حضوري وسرعة فهمي ومراعاته للموطن وقرائن الأحوال ما يعرف مني في ذلك فقلت له بارك الله فيك والله ما صحت بك إلا لتكون على طهارة وذكر عند مفارقة شعرك فدعا لي ثم حلق رأسه ومثل هذا قد أغفله الناس بل يقولون إذا عصيت الله في موضع فتحول عنه لأنهم يخافون عليك أن تذكرك البقعة بالمعصية فتستحليها فتزيد ذنبا إلى ذنب فما ذكروا ذلك إلا شفقة ولكن فاتهم علم كبير فأطع الله فيه وحينئذ تتحول فتجمع بين ما قالوه وبين ما أوصيتك به وكلما ذكرت خطيئة أتيتها فتب عقيب ذكرك إياها واستغفر الله منها واذكر الله عندها بحسب ما كانت تلك المعصية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئة الحسنة تمحها وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ولكن ليكن لك ميزان في ذاك تعرف به مناسبات السيئات والحسنات التي تزينها يعني إنه هون عم يحطنا الشيخ الأكبر طبعا هو باب رحمة وباب فضل وهذا ميزة من مميزات الشيخ الأكبر الميزة الأخرى أنه يجمع كلام غيره إلى كلامه ويسدد كلا الكلامين لا يقول أنه هذا كلام باطل لا قال كلام حق ولذلك هنا جمع بين الكلامين وأعطى لكل واحد منهما حقيقة بأن تجمع بين ما قاله وما قاله هو وما قاله غيره وهنا في نقطة أخرى في ناس أنكروا علي لما قرأت بالوصايا يعني سبحان الله بيكون في ناس شغل الشغل رضا الله في هذه الحياة الدنيا وفي ناس شغل الشغل هو الأكل والشرب والمظاهر وما إلى ذلك فسبحان الله يعني هؤلاء الذين شغل الشغل الأكل والشرب ليس لهم حق الاعتراض على الآخرين فيما أحسن في أي سؤال؟ هل كان سيدنا الخضر وسيدنا الخضر a prophet there is controversy about سيدنا الخضر I don't think that he was a prophet يعني in the meaning of وحي or whatever of that regard is it important to know that yeah it is very important you know because anybody
قد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل. يعني this doesn't mean by any way that he is better than the prophets or the messengers. You know, it's very important to know it. You know that we should have open mind about the fact or the best facts that we are speaking about. It may be available in some people, is not available in other people. We feel that this is gives them preference, you know, but this is, shouldn't be the case. The position of Sheikh Akbar from Al-Khadr. Sheikh Al-Akbar mentioned Al-Khadr frequently in his Futuhat Makkiya, and he met with him while he was in the in a boat. Regarding that, Imam Al-Sha'bani, when he summarized the فتوح all the in his book الواقيت والجواهر, he said the old copy of فتوحات مكية, he mentioned thoroughly الشيخ الأكبر that الخضر is not a prophet. I had some controversy with some person who I feel that he is more expert than me, and he said that the خضر was prophet. I don't think he is prophet. يعني he in another way he did not mention in the latest copy of Futuhat Makkiya that he is a prophet or is a wali, you know, but I don't think so. This one increasing knowledge of certainty in Allah providing from one does not expect. This is, has been mentioned about Sayyidina al-Khadr, وَعَلَّمْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, and it has many channels that we may obtain this knowledge, you know, and as according to the Sufi people, you know, you should relate anything that you have in your mind or in your knowledge to the person that taught you, and what's left for you, this is a teaching from Allah subhanahu wa ta'ala directly. Which number? I don't have numbers of wasaya here in my edition. ما المقصود بأن يكون لك ميزان تعرف به مناسبات السيئات والحسنات؟ Example, when you have غضب, you should have صدقة, because this take away the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And you name it, you know. I personally, I may not know it, you know, but according to Sheikh Al-Akbar and the one who read his books, you know, is going to relate many of those hasanat that is going to take away the sayyat. Whatever, you know, as long as we are in this life, you know, we should restrict ourselves to the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala to do or not to do. If it's habitual or whatever, you know, this is, I don't say it's not a problem. It is a problem, but we should get over this problem. Misr, when it's mamnu'a min al-sarf, it means the country that we are familiar with, which is called Egypt. When it's masruf like ihbitu misran, this is, in according to majority of the scholars, this means any place or whatever, you know. But when you say it's mamnu'a min al-sarf, alhamdulillah, رَبِّ قَدْ أَدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. This is according to Arabic language, cannot be any place. Should be that place, that particular place. ممكن تكون مدينة غير البلد المعروف في احتمال ولو ضعيف. To best of my knowledge, I don't remember any place or any city in Yemen called Misr.
هل ينكر على من يقول بأن الخضر توفي؟ I personally I feel that this person is wrong. I cannot make inkar on him. According to Imam Nawawi, he mentioned that he's still alive. Imam Hafiz ibn Hajar, he mentioned that he met with Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz and he hassan isnada. من كتاب تنصحون فيه بترجمة الشيخ الأكبر غير كتاب الله يرحمه الشيخ محمود الغراب؟ في كتاب أهدانه رجل للشيخ رياض المالح والواقع هذا الكتاب وافي. ما حكم من ينكر كرامة الأولياء؟ حكمه كما قال الشيخ الأكبر ما عنده أي جزء في قلبه موافق لذلك، وإذا هو أنكر ما ورد في القرآن الكريم في خاصة في سورة النمل عن ذلك أو ادعى أن هؤلاء أنبياء كأنه يكون مخطئا. What is the best method of asking Allah for forgiveness from major sins? The best method as instructed by the Prophet صلى الله عليه وسلم to make wudu and pray two rak'ahs and make repentance after it. Major sin? Even if it's major sin? Yes, because the major sin or the kaba'ir enormities, according to Ahlul Sunnah wal Jama'ah, you should make repentance of it. Whenever this is by Imam Nawawi and other mashayikh, they mentioned it, you know, whenever there is a right of someone, namely money or whatever, you should return back this money. What Sheikh Akbar say about khatm al-wilaya? Is this type of rank? Khatm al-wilaya, he said there's two types of khatm al-wilaya. The very last one of awliya of this nation is Sayyidina Isa ibn Maryam when he descended down, and he mentioned about himself that he was khatm al-wilaya al-muhammadiyya. That's mean the one, the awliya that they are derived from Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نقولكم سيدنا فيما يقول بالدس على الشيخ الأكبر في الفتوحات، وهل تنصحون بقراءتها لأي شخص؟ فور ذا للقسم الأول من السؤال نظري، طبعا أنا ما استوفيت كل من قال بالدس، لكن نظري أنه إذا كان دعينا أنه كل هذا مدسوس على الشيخ الأكبر بيصير مثل شخص عادي ما له أي امتياز عن الأشخاص العاديين. يعني أنا يروق لي كلام ابن الفركاح لما قال ما فهمته من كلام الشيخ عظيم جدا، وما لم أفهمه فأعتقد فيه الصواب. لا أنصح بالقراءة لأي كان، لأنه الشيخ الأكبر ذكر في رسالته الإسراء في بيقول أنا لا أسمح للقول هذا، مو شيء عقلي شيء ذوقي، إلا لمن عشق مثلي وأحب مثلي، أو كما قال. أنا لا أحفظ العبارة الآن. هل هناك من يقول أن الشخص اللي يقتله الدجال هو الخضر؟ نعم، يوجد هذه المقولة، توجد أنه الشخص الذي يقتله الدجال ثم يحييه هو سيدنا الخضر. هذه مقولة موجودة. في سؤال آخر؟ نفس الشيء. Good advice about increasing yaqeen. Increasing yaqeen, in my opinion, يعني, you may have different opinion about it, you know. We should get to know Allah subhanahu wa ta'ala much more, and by this you are going to gain much more yaqeen. COVID vaccine. In my opinion, even though I have very limited experience, we should get the vaccine, you know. I imagine that those who manufacture the vaccine, because they are incapable, you know, of delivering it to the developing countries, our countries and the poor countries, that's why they put the rumor, you know, for it. Any other question? Sayyidi, in this
in this wasiyya when he says فتعجبت من حضوره وسرعة فهمه ومراعاته للموطن وقرائن الأحوال وما يعرفه مني في ذلك. What does it mean when he says وما يعرفه مني في ذلك؟ That's mean يعني he knows that Sheikh Al-Akbar since he is Sufi, you know, he's going to يعني لازم يركز على هذه الأمور التي ركز عليها الشيخ. هل الأولياء الذين أتوا بعد الشيخ الأكبر غير محمديين؟ أنا أعتقد أن كل ولي أتى بعد الشيخ الأكبر قد يكون محمديا، لكن هو ما بيكون أخذ المدد مباشرة، بيكون أخذه عن طريق الشيخ الأكبر. في سؤال آخر؟ About increasing the level of Allah instead of taking the vaccine. الدور الأعلى. I love the الدور الأعلى, but the one who has complete trust in Allah سبحانه وتعالى, he may not get the vaccine. I'm not giving specific answer for some people. ماذا يقصد بمحمد؟ The definition, you know, of the يقصد بمحمد كل واحد كان على حال ما وجد لنبي من الأنبياء أو جاوز في ذلك هذه الأمور. مثال عليها, سيدنا النبي كان يطير في الهواء في حادثة المعراج, فمو معناته إذا واحد ولي طار في الهواء معناته أفضل من سيدنا عيسى بن مريم, لكن سيدنا عيسى بن مريم مشى على وجه الماء. هذا ميراث, يعني والذي يأخذ ميراثا مو مثل الذي يكون له أصالة في ذلك. في سؤال آخر؟ سيدي, how do you understand واذكر الله عندما عندها بحسب ما كانت تلك المعصية؟ How do we gauge that, سيدي؟ This أنا ظني إنه هذا السؤال مرتبط بالسؤال تبع المناسبة بين الحسنات والسيئات. يعني إذا كانت معصية متفق على كونها معصية ينبغي أن نستغفر الله, وإذا كان فيها معنى التنزيه ومعنى الاعتراف إلى الله بيقول سبحان الله, وإذا كان هي نعمة بيقول الحمد لله وما إلى ذلك. يوجد كتب لسيدنا الشيخ أحمد الحارون؟ يوجد كتب, معظم كتبه هي كونية, يعني بتتكلم عن علم طبقات الأرض وعن الجيولوجيا, ليست هي كتب. في بعض كلمات له أو بعض كتب له تتكلم عن التصوف. How can we deal with depressed or suicidal Muslims and bring them to the masjid? This is I think they have a lot of problems, those young people, you know, and we should deal with each one problem. How can we revive a good heart? By this advice was given to me by a famous wali, by the heart of the Quran, you treat your heart. Surah Yasin, namely Surah Yasin is the heart of the Quran. You read it every day, and you should read 41 times between Sunnat al-Fajr and Fard al-Fajr, Ya Hayya Qiyum, La Ilaha Illa. توجد زيادات بورد الدور الأعلى ببعض الكتب غير الموجود في الخيرات, ما رأيكم سيد؟ أولا يعني نحن نعتمد على علم الرواية ونرى ما كتب, خاصة الشيخ أبو اليسر عابدين ليكون جده تلقاها من روحانية الشيخ الأكبر. ما أفضل تفسير مختصر للقراءة كل يوم لطالب العلم أو العام؟ وإن كنت أنا لم أعمل به كثيرا, أظن صفة التفاسير للصابوني هو يحقق المراد.
اللي حنفي بيقرأ تفسير النسفي أو تفسير ابن جزي. تفسير ابن جزي مشكلته أنه في أخطاء مطبعية كثيرة. هذا هو connect to the heart of رسول الله صلى الله عليه وسلم. By يعني this is the Prophet صلى الله عليه وسلم summarized it by three items. Yearn to him صلى الله عليه وسلم, make plenty of salawat on him and follow his steps of tradition. Did Sayyidina Rasulullah see Allah during the Mi'raj? In my belief, yes. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did see. Don't ask me how, because I'm not a prophet to ask me how. What do you advise for people having zina of eyes? To get married. What's special about the number 40? What do you mean number 40? And if you mean the prophets, you know, this is for the human being. This is the top of his age. You know, he's going to be in his strength, you know, complete, and in his might complete. This the rest of the can happen in 40 days. I don't deal. I have no idea. What is the favorite color of Rasulullah? What he mentioned, you know, for us, you know, for this the people that the white. Allah and Rahman mentioned the most out of the names of Allah in the Quran. Is there a reason? In my opinion or my understanding, Allah is a name to reflect the identity of Allah subhanahu wa ta'ala, and Ar-Rahman is the combination of the attributes and names you know of Allah. I'm بتأكد بس إنه الورد اللي قلته سنه فرض الفجر. يا حي يا قيوم لا اله الا انت 41 times. Any more questions? مشاعري ما تريد عقيده. What is the best curriculum? In my opinion, عقيدة الطحاوة. Where is Allah? Don't say where, you know, because Allah subhanahu wa ta'ala is the creator, you know, of the place and whatever, you know. That's why we don't ask where or when. And the famous hadith, the slave lady that she was asked where, because in that environment, you know, everyone, you know, worship a god, you know, in the earth, and she pointed to the heaven. Does Khidr go to Hajj every year? This is the business of his, you know. That's why I don't interfere with his business. Any other questions? More questions? Do you recommend a practice for achieving humility with Allah? Yes, now I have main concern, you know, about the knowledge in Allah subhanahu wa ta'ala, and all of those matters, humility and others, will be given, you know, whenever you know Allah subhanahu wa ta'ala much more. And this is going to give you confidence in Allah, complete reliance on Allah, and this will lead you to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm.
نحن نشوف مع التأمين ساعات أنا إذا فهمت السؤال مظبوط، كل واحد بياخذ أجرة ما درسه. في سؤال، تفضل ولي، في سؤال بدك تسأله؟ نو سيدي، الله يبارك فيكم. جزاك الله خير. في سؤال آخر؟ أنا أنصح أنه فقط المتن كافي، ومن معاشرتي لطلبة العلم أكثرهم لا يعلمون من دقائق العقيدة إلا ما ذكر في عقيدة الطحاوي، وأنا ما مطلع على هذا الكتاب من حل إلهي. How to get the love of Allah. As I mentioned before, by knowledge in Allah subhanahu wa ta'ala, and this is going to lead you to confidence and reliance, and this will lead you to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. How? This is by reciting Quran and by night prayer. I recommend to have the understanding, you know, much more than the memory, you know. We have riwaya and we have diraya, and some people, they have the skills, you know, of riwaya, and the other, they have the skills of diraya. If you have both of them, you may memorize in Hanafi mazhab the mutun that we mentioned, the four mutun. In other mazhabs, you have also mutun. How to become a true wali of Allah. يعني in my imagination, Allah subhanahu wa ta'ala, regarding his relation, he gave the best relation to everyone, but we are in our relation, we differ with Allah subhanahu wa ta'ala, in our relation to Allah subhanahu wa ta'ala. So to make the long story short, you should improve your relation with Allah subhanahu wa ta'ala. أهلا لنا حي القيوم اثبتني إذا كان هذا إني مات من مشتاة الكاتب. هذا دعاء للكرسي الإنبياء. لا إله إلا الله. يعني basically I did not mention anything from my side. This is mentioned by Imam Shahrani. Difference what? Yes. Any other questions? I have a question. Yes, go ahead. What's the best way to try to learn and memorize the different Arab tribes and genealogies? I'm telling you about my experience. You know, you start with Sirat ibn Hisham and you get familiar with some of the tribes, you know. Then if you are interested, you may have, there is some special books, you know, in Arabic language to tell you about the other tribes, you know, and you name it, you know, that are not related to the Prophet or his seerah. I have another question. How important is the history of Banu Ghassan and Banu Lakhm to understanding seerah? For the summarized seerah, it's not important at all, but for to feel the environment and the
the people that helped the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or called the helper, the Ansar, I think it's very important, at least for me. Shall I just say hello, Khair and Sayyidi? I think by that, would you like, I think, inshallah, you know, since the questions, they seem to be dying down. To one who started was waking up for a night break. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did say that we should try fuwaqna. That's our these are moments, you know, and then you get used from it, you know, and you take it from that place. In some countries like UK, you have the Fajr time start during winter, you know, in very late time, you know, which is quite possible, you know, to do it, or in the northern region of US or Canada. That's why we start in winter, you know, and then we apply it for summer. The main reason that we are incapable of doing it, you know, when we stay at night, you know, to watch movie or whatever. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you, سيدي ولي, وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير. إن شاء الله جزاكم.